يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أنا لو مكانكم يا ولاد وكنت فهمت حاجة من اللي اتقال امبارح فأنا روحت يشغل بالي سؤال. أنا كنت أصلا بفكر وهو التاتش أيا كان نوعه وأيا كان مكانه يبقى كهرباء، والسمال يبقى كهرباء، والهيرنج هيبقى كهرباء. مش ده اللي أنت فهمتيه بقى لكل ريسبتورز أيا كانت الاستيميوس بنحولها في الآخر إلى إيه؟ والبيشر طب والبين ازاي المخ مع ان كل اللي جاي كهرباء عارف ان ده تاتش انما ده بدش انما ده بين انما ده بدري انما ده صوت؟ لا وازاي كمان البرين بيقدر يحدد؟ هي كلها كهرباء، ازاي البرين بيقدر يحدد ان التاتش ده في الصباع ده ولا الصباع ده؟ صباعين جنب بعض ممكن، لا ده لابستني هنا، لا لابستني هنا. ثم ازاي البرين بيقدر يحدد قوه الاستيموس؟ ازاي البرين قدر يعرف ان دي خبطه صغيره دي خبطه جامده؟ عرف مين؟ هو ده الكودينج، فك شفره الاحساس. اذا ما معنى كلمه سنسوري كودينج يا محمد هو الابيليتي اوف ذا سي ان اس، قدره جهازنا العصبي انه يتعرف على ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات يا حسن؟ الموداليتي واللوكاليتي والانتنسيتي. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ يعني ايه سنسوري كود؟ يعني كل سنسيشن في الاخر هو كهرباء طلعت للبرين. ازاي البرين قدر من هذه الكهرباء يعرف نوع السنسيشن ومكانه وشدته؟ ما هو السنسوري كود؟ اسمع من حضراتكم. ability of the CNS to recognize modality locality and intensity. ما هو السنس ريكودينج؟ اسمع. اسمع كمان مره. ركز قوي بقى في الموداليتي عشان دي اللي لما هتقل شويه. ولو كنتوا حضراتكم عندكم ضمير فكان المفروض تفكروا لوحدكم في الحكايه بتاعت الاتيك والستيميول. يعني ايه يا مدرب؟ قال لك احنا قلنا امبارح ان كل ريسبتور يستجيب افضل لستيميولس معينه، فاكر الجمله دي؟ بس برضه يعني ايه يا مدرب؟ قلت لها يا ياسمين ما هو البرين بيعتبر ان طالما الفوتو ريسبتور اشتغل يبقى اللي شغلته هي الستيميولس بتاعته. يعني انا جاي اشاره من الفوتو ريسبتور، اذا هي وات؟ اذا هي ايه؟ بالك انت امبارح ان احنا قلنا كمان ان لو حتى جات ستيميولس ثانيه بس قويه شغلت الريسبتور فالبرين بيشوفها ايه؟ اذا البرين مش بس بيفكر ان دي الاديكوت ستيميولس، ده عمنا مولر يا كوثر بيقال مولر لو اوف سبيسيفيك نيرف انرجي. ايه؟ يا نهار اسود، ايه الجمله دي؟ مولر لو اوف سبيسيفيك نيرف انرجي، قانون عمنا مولر بيقول ان اي ريسبت طالما بعت هنعتبرها الادوكوت ستيموس. كل ريسبت بيبعت انرجي معينه. اسمعني كده معلش يا معلم. الفوتو ريسبت بعت ده معناه احتمال من اثنين، يا اما انها فعلا الادوكوت ستيموس بعته يا اما انها الستيمولس الثانيه القويه ولكن في النهايه البرين سيعتبرها نفس الادوكوت ستيموس. مين اللي قال الجمله اللي احنا عارفينها ديت يا رانيا؟ عم الكولر هو اللي قال انه اذا كانت الستيمولس المؤثره حاجه ثانيه غير بتاعه الادوكوت فالبرين يعتبرها الادوكوت. فاهمه كوصل اللي دول اول حاجه. فقامت الدكتوره دي قالت خلاص انت كده فهمت. انت عايز يعني بالبلدي كده تقول ان البرين قاعد هو طبعا ما يعرفش مين اللي بعت لكنه بيلاقي ان الفوتو ريسبتور اللي في عيني بعت اشاره
فيقول لنا ايه؟ الفوتو ريسبتور اللي بعد بابو. يمكن ضوء، يمكن حاجه ثانيه، انا هشوفه ايه؟ ضوء. فاهمين؟ ثم كانت مفاجاه اكبر. ايه المفاجاه الاكبر بقى يا سيدي؟ ان لو انا دخلت بسكينه، سكينه، وقمت داخل على العصب اللي جاي من الفوتو ريسبتور اللي جاي من العين اللي اسمه اوبتيك نيرف، وعملت ستيميوليشن للاوبتيك نيرف وقعدت اعمل فيه كده، ابتدينا نشوف ضوء. ابتدينا نشوف ايه؟ فلما قال لك الله ده تبقى وكان الحكايه ليبلد لاين برنسبل. حسن قال لي يعني ايه ليبلد لاين برنسبل؟ قلت له حسن بص، الريسبتور كاتب على السلك اللي جاي من الفوتو ريسبتور ده سلك الضوء، سواء كان الفوتو ريسبتور هو اللي بعت عشان اديكوت ستيمولس، او الفوتو ريسبتور هو اللي بعت عشان ستيمولس ثانيه بس قويه شويه، او مش الفوتو ريسبتور هو اللي بعت وانت دخلت عملت ستيميوليشن للسلك نفسه، طالما جالنا اشاره من هنا فدي ان شاء الله هيبقى. فاهم حاجه؟ انا اللي بقول كده مخك طالب اسلوب كتير، بس هو كاتب ايه؟ السلك الاحمر طاش، السلك الاحمر اللي جابه باشر. فانا هروح عند اسماء، خدي بالك هنا في ريسبتور للتاتش جنبه ريسبتور للبشر، احنا عرفنا امبارح في ميركل ومايسل وتحت مين؟ باسين يعني. فانا هقوم لامس كده، خد بالك ده بعت عصب وده بعت عصب، تو فايبرز، فالفايبر اشتغلت دلوقتي هي الفايبر بتاعت مايسرال، فمن صحيح المخ، المخ قال لهم ايه ده انتوا جايين من توتو مايسرال الستيمولس تاتش، انت ما ضغط جامد شويه بقى، مين اللي بيبعت دلوقتي؟ السلك بتاع ماسينيان. ايه ده السلك بتاع ماسينيان هو اللي جايب الكهرباء الستيمولس دي بلاش تاتش. فاهم يا احمد؟ مع ان الاثنين ممكن يكونوا في نفس المكان، بس مين اللي ريسبتور اللي بعت؟ ما طلعتش صعب حكايه المدرب. طب تعالي بقى انا بقول لك اللوكاليتي لانها اسهل. بتعرفوا اللوكاليتي ازاي يا بيه؟ انا والله انا اعرف اللوكاليتي استنادا على قاعده ظريفه خالص اسمها يا محمد لو اوف بروجكشن. اسمها ايه؟ لو اوف بروجكشن. قلت لهم ايه يا ولادي لو اوف بروجكشن؟ قال لك مكان السقوط او مكان نهايه الاشاره. هنبقى نشرح في الحصه بتاعت بكره ان شاء الله ان لو ده المخ بتاعي يا فندم، فالمخ بتاعي فيه منطقه حسيه اولى. اذنكم يا اولاد مخ فم. ده ناحيه من الناحيتين وادي دماغ فم اهي جسمها ممثل في الناحيه دي، وادي ليها وادي ليها. سوري يا فندم معلش عشان انت ما بتعملش برضه ما بتزيدش. هنعمل في كده بعدين. مين دي يا دي فهم. تمام؟ انا هبقى اكمل بعد كده واكد على معلومه ان الراس تحت والرجل فوق وان دول ايد ورجل الناحيه دي عشان في ايد ورجل الناحيه الثانيه، لكن مش ده اللي انا عايز اقف عنده دلوقتي. انا عايز اقف عنده دلوقتي ان دي بقى ايد فنان. بس ايد خفاش اصلا. فانا مضيع عند فن وقمت شاككها بدبوس في الصباع ده، ايه اللي هيحصل؟ فالعصب بتاع الوجع الريسبتور بتاع الوجع هيبعت اشاره في العصب اللي متصل بيه، العصب هيطلع يطلع 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 يطلع. هتفهم حاجه؟ الاشارات اللي اثرت في الصباع بتطلع عند منطقه تمثل الصباع في مخك، فلما الاشاره تنتهي في حته الصباع يبقى الوجع فين؟ الصوت. قمت انا نازل على رجل فلان، ادي فلان وادي رجلها. وقمت اعمل لها شكتها تاني. قامت الشكه طلع 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 خدت فيها حاجه. ادي شيء. مكان ما بيحصل لك استيميوليشن بتنتهي الاشارات في نقطه منظره في المخ. نهايه الاشارات في نقطه منظره في المخ ديت هي اسمها اللو اوف بروجكشن، مكان سقوط الاشاره. معايا؟
الحقيقه ان الحدث دوت حسن ما قلتلهمش ليه حسن لما تيجي مش تنام ولا تصحى لازم تطبق ما قلنا الكلام ده غلط محمد قال كل حاجه فصانعه ديت فصلت لي نقطه حاجه كانت موجوده في الحرب العالميه الثانيه ملهاش تفسير اسمها الفانتوم لاند اسمها ايه حضرتك؟ فانتوم محمد قال لي يعني ايه يا دكتور فانتوم لاند؟ قلت له القدم الشبح قال لي اه لما تدرك يعني ايه القدم الشبح؟ قلت له بص في الحرب العالميه الثانيه بالذات كان بقى الدنيا بقت المذابح على اشدها فكان مصابين كتير بالاطفال اللي قطع لهم رجليهم فيصحى المصاب اللي انت قطعت له رجله ده يصرخ من وجع في رجله لا لا ما فيش رجل تقول له عامل رجلك في البلطمان اهي رجلك ايه اللي بتوجعك؟ يا دكتور رجلي بتوجعني ما احنا واحنا بنقطع له رجله قطعنا الاعصاب اللي كانت جايه منها فالاعصاب التهمت وبقت بتبعت اشارات وجع واشارات الوجع طالعه تنتهي في مكان الرجل فالعيال حاسس ان في وجع فين؟ في الرجل مع ان مفيش رجل ايوه مفيش رجل بس هو ما يعرفش هو بالنسبه للمخ هو مش شايف في رجل ولا مفيش هو عنده عصب بينتهي في مكان الرجل بيقول له في وجع يبقى ايه اللي بيوجعه؟ الاعصاب مش موجوده الاعصاب مش موجوده صح وده معناه ان احنا بعد ما كنا بنقطع العيال رجله بنقوم جايين على بقيه العصب اللي طالع فوق ونقعد نشد ونسلم بعد ما العصب يجي يجيب الاعصاب انت بتقول ان الريسبتور مش موجود بس هل انت لو الريسبتور مش موجود ودخلت على العصب نفسه وقطعته هو العصب ده مش كائن حي دي في حد ذاتها ستيميوس. اه طبعا برافو عليك هم ما يعرفوش انت العالم. وده اللي هيبقى اسمه بعد كده نيوروباثيك بين ان العصب نفسه كائن حي لو جه فيه مرض بيبعت اشارات انا بتوجع. معايا؟ صعبه حكايه اللوكاله دي. كل النيروبات زي بعض. كل النيروبات زي بعض يعني ايه؟ ده فين؟ ده في حالة الفانتوم لاب؟ مثلا طيب بص يا سيدي هي الرجل طبعا فيها حاجات كتير فيها تاتش وبين وبريشر وبتاع فطالع من هنا التاتش ريسبتور اهو التاتش ريسبتور باعت والاسود ده بتاع البريشر ودي الاحمر ده بتاع البين ابسط حاجه ابسط فكره عشان ما نصعبش الدنيا على نفسنا انا جيت على رجله عشان هي مصابه وقطعتها صح؟ وانا بقطع عملت ايه في العصب الاحمر؟ ما تقولش لي اشتغل ولا ما اشتغلش؟ بعت كهرباء للمخ يبقى في وجع ولا مفيش؟ في بالنسبه للمخ الاشارات دي هتنتهي فين؟ في مكان الرجل لان اصلا العصب ده جاي منين؟ اذا انا عملت ستيميوليشن لعصب الوجع اللي جاي من الرجل اذا في وجع فين؟ في الرجل انا اصلا مفيش رجل وصلت طبعا في حاجات تانية. اوصل يا دكتور والله سهل. وحكايه الانتنستي دي انا الاولاد انت قلت امبارح ان احنا بنعرف الانتنستي بالفريكونسي اوف اكشن بوتنشالز. طلع يعني ايه فريكونسي اوف اكشن بوتنشالز؟ قال لك يا دكتور مش انت امبارح قلت ان لما الاستيمولس تبقى اقوى هيبقى الريسبتور بوتنشال اعلى. هيوصل الفيرست نود الغفير يبعت مجالك كذا اشاره معناها ان الاستيميولس قوي طب لو الاستيميولس يا دوبك هتعمل ريسبتور بوتنشال معقول هيوصل الفيرست نود الغفير يبعت لك مره واحده وخلاص يبقى الاشاره الاولانيه اقوى ليه؟ عشان بعتت لك كذا اشاره فريكونسي اوف اكشن بوتنشال كل ما كان يجي لك اشارات اكتر معنى كده ان الاستيميولس اقوى صح وده اول حاجه ودي احنا المفروض عارفينها من امبارح لكن الحاجه الثانيه اللي تعرفني قوه الاستيمولس هي النمبر اوف ريسبتور يعني لو انا دلوقتي رحت عند احمد مغمض طبعا دايما في السنسيشن عشان تفهم غمض عينك مش غمض عينك بقى تخيل انا مغمض عينك قمت لابس كده فاحمد عارف ان انا عامل ستيميوليشن للتاتش ريسبتورز
بقوة الإيمان. حاطط إيدي كلها على إيده. أحمد هيعرف دلوقتي إن أنا عامل له تاتشينج أكتر. عرفت منين؟ خد بالك إن كل تاتش ريسبتور ما بتأثرش المعدل اللي بيبعته. أمال هو عارف مين؟ العدد اللي بيبعت دلوقتي أكتر. يعني أنا هناك كنت عامل ستيميوليشن للتاتش ريسبتور ده بس. طب وكده؟ لا عامل للمنطقة دي، طب وكده؟ عامل لكل المنطقة. فكده عدد الريسبتورز اللي بيبعت أكتر، وده معناه إن الإشارات أكتر، فأعرف إن الستيميوليس أصبحت أقوى. يبقى في حاجتين دايما يعرفوك شدة الستيميوليس. الأولى فريكونسي أوف أكشن بوتنشالز، والثانية نمبر هي نمبر أوف ريسبتورز اللي بيشتغل. معايا؟ ده هو الموضوع، ده هو موضوع ممتع ومهم. اسمه إيه الموضوع يا جماعة؟ اسمه إيه يا ولاد؟ سنسور. يعني إيه يا ولاد سنسور كودينج؟ بعض المدارس من خلال ثلاث حاجات. واحد ان هي في اجابه الاستيميولوس بتاعتك، وثانيا لو انت استجبت الحاجه تاني هنعتمد هذا الاستيميولوس بتاعتك، وثلاثه والله حتى لو مش انت اللي استجبت بس حاجه في الطريق اشتغلت يبقى برضه هي الاستيميولوس بتاعتك. طب وبتعرف يا ولاد اللوكاليتي ازاي؟ من خلال ايه؟ وبعدين بتعرف ولاد الانتنس ازاي؟ اولا من خلال وثانيا من خلال ميكانيكية بعضها في تلامس يبقى تقطعي
وبعضهم احساس بالمكان يعني بوزيشن. والمره الجايه هكلمكم على بوزيشن الاستفاضه، بس انا دلوقتي عايز اقسم التقطيع. اصل يا اميره مش معنى التلامس انه لازم يكون تاتش، التاتش هو اللمس عموما، لكن ممكن يكون لمس الضغط يبقى اسمه بريشر، ممكن يكون لمس باهتزاز يبقى اسمه فايبريشن، ممكن تكون زغزغه تبقى تيكلينج، ممكن تكون ماده كيميائيه مضايقاك يبقى اسمها اتشينج. تاني معلش يا كابتن، الاحاسيس الميكانيكيه يا بشر بعضها ما فيهوش كلام، يعني احساسي باماكن عضلاتي انا ما فيش حاجه لمساني، بس انا عارف انها عضلات. شوف اول ما بتتكلم عن سنسيشن هو ايه؟ على فكرة أنا عارف إيدي هنا يمين، لا شمال، خد بالك إن إيدي ساكنة ستاتيك، فأنا عارف إنها وهي ستاتيك في الشمال. على فكرة أنا إيدي بدأت تتحرك وبتعمل دواير دلوقتي، وعلى فكرة الدواير دي دلوقتي اللي سريعة. أنا طول الوقت حاسس ببعض ده اسمه إيه؟ بص الشمال، مفيش حاجة لمساني أصلا. أول ما تبدأ حاجة تلمسك يبقى تقطعها. طيب ده لمسك عادي؟ طاش. ولا لمسكه ضغط ده تشبلاش، ولا لمسكه بتتهز فايبريشن، ولا بزغزغك تتابع كده تكنيك، ولا لمسكه مضايقاك اتشينج. التاتش نفسه في منه حاجه اسمها كرود تاتش، وحاجه ثانيه اسمها فاين تاتش. فهمت نور قالت يعني ايه كرود يعني ايه فاين؟ قلت لها كرود يعني احساس عام ما فيهوش دقه، زي كده ما كنا بنتكلم امبارح عن احساسنا بالقمصان والتيشيرتات. قلنا اول ما تلبس القميص لبست القميص، هو حد قاعد يقول لك القميص بتاعي دلوقتي عمال يقول لك ايه؟ انا فوق المعصم ب 4 سم يمين و 3 سم شمال؟ لا القميص موجود خالص، حتى معلومه بطاله اللي بعتها بعد شويه. ده كود. بس انا لو رحت عند فعلا انت بتجي كده فجاه غمضت، دايما سنسيشن غمضت. انا لابسك في انو صباعي فلان الانت، انا هو عقله فلان الان عقله انو فلان اللي فوق اللي هي الديستال صح؟ اذا وانت مغمض تقدر تحدد وبدقه مكان الاستال. طالما الموضوع بقى فيه دقه يبقى فاين، احساس عام يبقى كلود. فاهمين الفرق بين الكلمتين معايا؟ هرجع اقسم الفاين ده تاني بعدين يمكن بكره ان شاء الله، بس انا النهارده هكتفي بهذه التقسيم. فدي الاحاسيس الاساسيه بتاعتي، احاسيس سوماتيك اساسيه. قمت رايح للدكتور اسماء قلت لها بص بقى يا اسماء، كل هذه الاحاسيس هتطلع وتوصل المخ في الطريق من اتنين. فقالت كوثر قالت ايه هم الطريقين؟ قلت لها الطريق الاول اسمه دورسال كولون، اسمه ايه حضرتك؟ دوسن. بينما الطريق الثاني اسمه فينترو لاترال سباينو فالانج. ومع ان ده كلام اناتومي وهيستولوجي بس انا هشرحه لكم. ليه يا عم؟ هتسيبهم هم يشرحوا؟ معلش انا في حاجات معينه بثق في نفسي بس فيه. مع احترامي طبعا الدكتور جلال احسن مني، انتي احسن، كل الناس احسن مني. بس انا في حاجات انا هقولها عشان انا عارف ان احنا هنعتمد عليها بعد كده في حاجات كتير قوي. فمش هنعطي بتاعهم بكره. وهعرفك ليه ده اسمه كده وليه ده اسمه كده. بس النهارده هما طريقين، واحد اسمه ايه؟ دوس اسمه والتاني اسمه ايه؟ فينت ولاتس سباين وثرم، التاني اسمه ايه؟ ركز كويس كده على البولت. طب والباقي؟ كلهم بتوصف
كل يوم فين؟ انت اسمك ايه؟ ليال. ليال؟ فليال قالتلي بس على فكره انا ما اتخلعتش. شايف انت الاحاسيس الكتيره بتاعت الدورس الكولوم دي؟ كلهم يوني موداليتي. ده يعني ايه يا ليال كلهم يوني موداليتي؟ قالت يعني كلهم ميكانيكال. صح؟ هما كتير اه بس في الاخر كلهم انما احاسيس الفنتسولات سبينيكال عامل في منهم ميكانيكال في فيبريشن فيهم بين فسميناهم بولي موداليتي. سميناهم ايه يا رانيا؟ بولي موداليتي. ادي اول معنى. الكلام ده حسن ليه خطير جدا. الكلام ده هيريحك قوي في المذاكره لو انت مركز على الطول دي. لان هاجي بعد كده واقول له كوصل يا كوصل كل الاحاسيس بتاعت الفنتس ولاتس سباين ثلامك السيمتوم بتاعهم فري نيرف اندنج. حد فاكر المجموع ده؟ ما قلتلكوش انا ده بتاع ايه؟ الفنتس ولاتس سباين ثلامك. امال بتوع الدوسر كولوم؟ انا كان الدوسر كولوم السيمتوم بتاعهم لازم يكون موديفايد لازم يكون معدل. ومن هنا حضرتك تبدا تجاوب اسئله كتيره من ما تذاكرش. اللي اجي عند الدكتوره اللي قاعده الكاتب المصري القديم واقول لها يا دكتوره معلش انا وانت لسه ما ذاكرناش البين، هو البين ريسبتور نوعه ايه؟ فتقول لي البين عليه دايره زرقاء يبقى في الفنتولاتر سباينال ثلامك يبقى الريسبتور بتاعه في نيرف اندنج. فحاجه زي الفلن عينها ما بتذاكرش. هو يا فلان التمبريتشر ريسبتور هيبقى نوعه ايه؟ قالت لي هو انتوا بتختلفوا مع الهيستوري بس بالنسبه لكم انتوا بما ان التمبريتشر طبعا في الفنتولاتر سبينال ثلاميك عشان حواليها دايره زرقاء يبقى الريسبتور بتاعها في نيرف اندنج. راح لكوصل فلا كوصل تشيك كنت فاهمه حاجه بس ممكن يا كوصل تقولي لي الفاين تاتش ريسبتور نوعه ايه؟ الفاين تاتش معلوش دايره زرقاء يبقى في الدوس الكول يبقى السيمتوم بتاعه موديفايد. ايوه انت كنت قلت الاثنين اللي بالام مايسر وميركي. سالت الدكتوره هو يا دكتوره البريشر البريشر مش على الزرق دوس الكول باسينيان ورافيني. حد فاهم حاجه؟ عشان كده انا حفظت لك امبارح ترسيمه الهيستولوجيكال واللي ما حفظهاش هيرجع هو بعد كده يعيط لما نيجي نساله على كل سنسيشن من الريسبتور بتاعه. تمام؟ اهو انا مش هما ليه شالوها؟ لانها هيستولوجي بس في الاخر انا ممكن اجي على اي سنسيشن واقول لك الريسبتور بتاعه ايه؟ واجي على اي سنسيشن واقول لك القفل بتاعه ايه؟ اصل يا اسطى احنا نسينا نعلق على حكايه الافلنت. الافلنت يعني نوع العصب. فأنا أحمد قال يا دكتور من سنة أولى قلت له إن الأعصاب عموما يا إما إيه؟ يا بي يا سي. وإيه ده في منه إيه؟ ألفا بيتا جاما بيتا صح؟ وقلت له حتى إن عصب الأدخن أسرع. مين أدخن واحد وأسرع واحد؟ الإيه ألفا. مين أرفع واحد وأبطأ واحد؟ بس انا عايزك يا احمد كمان تفتكر ان الاي جاما ده في الموتور بس والبي ده في الاوتونوميك. يبقى الاعصاب اللي بتشيل سنسيشنز حاجه من بعض. ايه هما؟ اي الفا اي بيتا اي دلتا او سي. معاك؟ طب ريحك كمان وكمان يا عم يوسف البوزيشن بس هو اللي بيتشال عليه الفا. هقول لك ليه بعد شويه. هتفهم حاجه؟ نعم. ايه؟ ان اي حد حواليه دايره زرقاء يبقى الافنت بتاعه متغمض يا اي دلتا يا دلتا يا سي. طب اي حد معلوش دايره زرقاء يبقى لازم بتاعه ايه بي اكسبت
الهابش بتاعه ايه؟ ما عدا البوزيشن ده ايه؟ الفا ده حاجه لوحدها. باجي اسال النبي ياسمين، احنا لسه ما خدناش البين ده، هنختم بيه عشان ده الكريمه بتاعتنا. هو البين الابسنت بتاعه هيبقى ايه؟ البين عليه دايره سله، يبقى الطريق بين تولاتر اسبوعين وثيرابيك، يبقى الابسنت يا اما طب يا اسماء احنا مش فاهمين ايه الجروب تاتش، بس ممكن تقولي لي ايه الابسنت بتاعه؟ عليه دايره زرقاء، يبقى يا ايه دلتا يا سي ايه دلتا. طب ممكن يا كوثر وانت برضه مش فاهم حاجه تقولي لي هو الفايبريشن الابسنت بتاعه ايه؟ ما عندوش دايره زرقاء يبقى في الدوس الكروني يبقى ايه بيتا. طب ما تيجي اسالكم سؤال بالعكس، مين اسرع؟ التمبريتشر ولا الفاين تاتش؟ الفاين تاتش. ليه؟ الفاين تاتش الميتا والتمبريتشر الدلتا او سي. وعشان كده كان زمان كتب الام سي كيو الاجنبي حاطه السؤال كده، احنا خدناه وبقينا بنجيبه للناس. خش حضرتك في الامتحانات الاجانب قال يعني هم بيسالوك في الطبقات بيحبوا يلعبوا يعني، فيقول لك انت ماشي في الشارع ومشي تحت التكييف فواقع على ايدك نقطه ميه ساقعه، هل هتشعر الاول بنقطه الميه ولا تشعر بانها ساقعه؟ هشعر الاول بنقطه الميه. ايش معنى؟ عشان احساسي بنقطه الميه هو فاين تاتش اي بيتا، انما انها ساقعه ده تمبريتشر هيتشال على حد فاهم. فانا قلت واحد السؤال دوت وعملت له موديفيكيشن بالمصري وقلت له انا دخلت اسحب، فاول ما وقفت تحت الدش حسيت الميه، بعدين حسيتها ساقعه. ليه يا عم؟ ما هو نفس الكلام بقى، احساسك بالميه يا ريتا احساسك انها ساقعه. فاهمين؟ انت لو فاهم الكلام ده هتوفر على نفسك مذاكره كتير قوي بعد كده. يفضل سؤال اخير، هو اشمعنى البوزيشن هو اللي ايه الفا؟ فقال لك لان البوزيشن لازم ينتقل بسرعه، مهم انه يتنقل بسرعه، يعني ترتيب السرعه ده مرتبط بالاهميه. فقامت العيال قالت يعني يا دكتور هو البوزيشن اهم من البين؟ قلت لها لا طبعا البين اهم، البين هيحمينا، بس البين مش لازم يتنقل بسرعه قوي، انما البوزيشن لازم يتنقل بسرعه قوي. قالت لي ليه ما فهمتش؟ قلت لها لا، البوزيشن ده هو احساسي باماكن جسمي وعضلاتي، فلو انا مثلا بجري فرجلي دي في الهواء وهي لازقه الارض الثانيه هتبدا تطلع، قرارك برفع دي مرتبط باحساسك بالمكان دي، وعشان انت عايز تجري بسرعه فلازم المعلومه دي تطلع بسرعه. فاهم يا عم يوسف؟ طب لو احنا بعتنا المعلومه دي متاخر بطيئه شويه، حاجه من اتنين، يا مش هتعرف تجري، يا اما ان حضرتك دي ما وصلتكش وانت رفعت دي. طب لو دي لسه في الهواء هتقع على وشك. فاهم؟ حسب قيمه توزيع السرعات مش على حسب الاهميه في المقام الاول، لان البين هو اهم سنسيشن فيهم يعني. تمام؟ توزيع السرعات هنا الهدف منه ان مين لازم يتنقل اسرع عشان يلاقي وظيفته هو. فالبوزيشن انت محتاجه يكون اسرع لان ده اللي بيساعدك في الحركه السريعه. انما البين برضه خدوا بالكم يا ولاد، احنا لما بنقول البين ايه دلتا او سي، فده مش معناه ان انا هشوفك بتبوظ دلوقتي تحس الوجع بكره. هتحس بسرعه جدا برضه، عندك انسان ممكن ما تاخدش بالك. انما الفلو دي بتفرق مع مين؟ مع الجهاز العصبي. يعني حضرتك مثلا ايه؟ شكيتني بتبوظ فانا حسيت الوجع بعد 10 مللي سكند او بعد 50 مللي سكند. في الاخر بالنسبه لك انت مش فارق، مش فاهم الفرق، وبالنسبه للبرين ما فرقتش، انا بتشيك ايدينا ان شاء الله. انما البوزيشن 10 مللي سكند ولا 50؟ لا ال 50 دي توقعنا، لان انا لازم اكون حضرت الرجل الثانيه اصلا. فاهمين الفكره؟ فاهم حاجه انا اللي بقول؟ ديسكس سنسوري بولينج.